ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي الحواس السواحر. وجاء بصيغة التأنيث والمقصود به الذكور والإناث من السحرة والساحرات، فهم ينفثن في العقد، وهذا دليل على أن السحر أغلبه يكون بالعقد، وقد تكلمنا عليه في مواطنه في حلقة السحر، وبينا أنها مجموعة من العقد تعقد بالاستعانة بالشياطين بمحاولة التأثير على الإنسي بما يقدره الله عز وجل، وإلا هم لا يملكون شيئا. نعم. إلا إذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله. ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد حقيقي، الحسد حقيقي الآن. فما هو الحسد؟ هو تمني زوال النعمة، نفس خبيثة والعياذ بالله إذا رأت النعمة في الإنسان تمنت زوالها. ولو أتمنى أكون مثله؟ لا لا، هذا غبطة. من غير تمني زوال ما عنده لا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الناس أربعة: رجل آتاه الله العلم فعلمه وآتاه، فقال رجل لو كان عندي مثل ما عنده لبذلت، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله منهما مالا فينفق منه سحاء الليل والنهار، فقال الرجل لو كان عندي مثله لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء. فلذلك هذه الغبطة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، المقصود به لا غبطة، وهو تمني ما عند الآخر مع عدم زواله عنه. الحاسد لا، خبيث يتمنى أن تزول عنك النعمة وهو حتى لو لم تحصل، لو لم يحصل عليه. وهذه نفس خبيثة شيطانية، لا تحب الخير لأحد، فتستعيذ بالله من شره، لأنه يتحول إلى عائن. يتحول إلى ماذا؟ إلى عائن. والعين حق، العين حق، والعين هي نفس شيطانية خبيثة تكون في الإنسان، تمام؟ فمع قوة التأثير قد تؤثر على المعيون بإذن الله عز وجل. والحل؟ الحل الاستعادة. هنا الحين قاعد نتكلم عن الاستعادة. فلذلك الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق، إذا قرأتها خلاص حميت. الآن هو يبين لك، يقول أنت بهاتين السورتين تحمى من هؤلاء. تحمى من ماذا؟ من هؤلاء، تكون في حماية الله جل وعلا. وينفع قبل وبعد، يعني كل حتى شيء. لو إنسان أصيب بعدها حتى لو أصيب والسحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل له في قضية السحر التي في صحيح وغيره، قرأ عليه المعوذتين فانطلق. فلذلك القضية هو من شر حاسد إذا حسد. المهم أنك لا تخاف. لكن شيخنا، ليس هنا ومن شر حاسد إذا حسد، إذا يعني المقصود قد يكون الحسد في النفس لكن لا يأثم عليه الإنسان إلا إذا فعله. بلا شك، لأن كل نفس، كل نفس فيها شيء من هذا. نعم. فلذلك لكن المسلم يؤدب نفسه، يؤدب نفسه. فإذا تحرك تحول من شيء مكنون إلى شيء ظاهر، هنا المصيبة. طيب يجي واحد يقول أنا عاقل وطيب، شفت شيء وجاتني هذا الحركة، إيش أسوي الحين حتى برك أنجو؟ برك برك، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، ولولا إذ دخلت مجنتك وقلت ما شاء الله تبارك الله. وبعض يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، عليك السنة، عليك بالقرآن، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والسنة برك، قل تبارك الله. فلذلك لما رأى صاحب قال على ما أحدكم يقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل ما شاء الله. نعم، تبارك الله. فلذلك أنت تبرك، إذا رأيت، إذا دخلت بيت قل ما شاء الله تبارك الله، إذا رأيت صغيرا ما يعجبك، إذا كل ما يعجبك حتى إذا نظر العبد في المرآة اجعلها دائما، اجعل حتى في نفسك. نعم، حتى في نفسك، أنت قد تؤذي نفسك. الآن الرجل الذي فسدت حديقته في سورة الكهف هو الذي أفسدها بعينه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، سبحان الله، أعجب بنفسي، وذلك حسد نفسي. نعم. فلذلك أنت حتى الآن قد تصيب نفسك بسوء. قل أعوذ رب الناس.